السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية جميعا. معكم الدكتور عطلة من منصة قمة، وإن شاء الله راح نكمل شرحنا لمادة البيوكيمستري كورس الفاينل. حكينا بالمد عن أربع مركبات حيوية أساسية، وقلنا جسمنا قائم عليها وكل إشي في الحياة قائم عليها، كانت الكربوهيدرات والليبد والنيوكليك أسيد اللي هي الأحماض النووية، وآخر إشي البروتينات. البروتينات إحنا تعرفنا على مكوناتها الأساسية اللي هي الأمينو أسيد. اليوم بدنا ندرس شو هو البروتين، تمام؟ احنا بنعرف انه في عنا مونومر وفي عنا بوليمر، اي مركب في منه مونومر وفي منه بوليمر. البروتين هو البوليمر. شو المونومر منه؟ كان الامينو اسيد. يصير في عندي مجموعة من الامينو اسيد جنب بعض يعطوني بوليمر، والبوليمر هذا هو البروتين، تمام؟ تمام. اليوم رح نتكلم عن الستركتشر للبروتين وعن الفانكشن. رح نحكي عن وظائف معينة له، ورح نحكي عن استركتشرات معينة. رح نعرف انه في عنا له ثلاث اشكال اساسية وشكل له شرط. ثلاث اشكال اساسية وشكل له شرط، تمام؟ تمام. بيحكي لي انه اي بيولوجيكال فانكشن، اي وظيفة حيوية غالبا رح يكون فيها بروتين. اي وظيفة في جسمي نيجي ندرسها لازم نلاقي فيها بروتين. مثلا الانزيمز، رح نيجي مثلا ندرس تفاعلات معينة بتصير في الجسم القائم عليها مين هو الإنزيم. الإنزيم عبارة عن بروتين. لترانسبورت، النقل بين الخلايا، برضو بروتينات. كونتراكشن، عملية الانقباض، نفس الشيء. النيرف امبولسز اللي هي السيال العصبي، كيف بنتقل وكيف بتكون، كل هذا يحتاج بروتينات. طب البروتين هذا والوظائف تاعته والأدوار تبعته، من المسؤول عنها؟ من المسؤول انه يعطي البروتين هاي الوظيفة؟ السبيسيفيك ستراكشر له، يعني التركيب الخاص له. راح نشوف انه كل بروتين له تركيب معين، وهذا التركيب هو المكنه من القيام بوظيفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بحكي لنا انه البروتينز ار مولكيولر تولز، عباره عن ادوات جزيئيه، لانه فعليا البروتينز هي ادوات انا جسمي بيستعملها عشان يعمل وظائف معينه فيه. they are ايش؟ diverse and complex group of macromolecules. هم عباره عن جزيئات كبيره، diverse يعني متنوعه، يعني عددها كبير جدا البروتينات. and complex group معقدة، دراستها معقدة. زي ما احنا هنا شايفين في عنا صور لبروتينات معينة، مثلا زي هاي الانسولين، هاي بروتين الانسولين طلع كيف شكله. الالكوهوليك ديهيدروجينيز هذا انزيم طلع كيف شكله. الكيموتريبسين طلع كيف شكله. اللايزوزومز هاي اشكال مختلفة للبروتين لانه جدا معقد. مثلا هاي الكولاجين. طيب حكي لنا البروتينز كان بي ديستينجويشد باي، يعني كيف البروتينات تختلف عن بعضها. هسه احنا بنعرف المكون الاساسي هو الامينو اسيد. هاي الامينو اسيد اذا انا غيرت بعددها او بالكومبوزيشن بالوضع تبعها او بالسيكونس الترتيب تبعها بصير في عندي اختلافات في البروتينز. اعطيك مثال. مثلا انا عندي بروتين متكون هيك، تمام؟ هاي ثلاث احماض امينيه. طيب اذا رحت زدت واحد انا هيك صار عندي بروتين جديد. اذا رحت غيرت ترتيب، كيف يعني غيرت ترتيب؟ مثلا جبت هاي بدل هاي وهاي بدل هاي، انا صار عندي ترتيب جديد. طيب فانا الاختلاف بالنمبر بالكومبوزيشن بالسيكونس اوف امينو اسيد بعطيني ايش؟ ديستينجويش بالبروتين، اختلافات في البروتين. طيب بحكي لي الامينو اسيد اذا كانت عددها 50 او اقل، يعني البوليمر منها، يعني انا جبت 50 امينو اسيد او اقل شبكتهم مع بعض، انا عملت منهم بوليمر، هذا بسميه بيبتايد. بس اذا كانوا اكثر من 50 بصير اسمه بولي بيبتايد او بروتين، تمام؟ بولي بيبتايد او بروتين، احفظوا حفظ هاي المعلومه. طب احنا كم حمض اميني عندنا؟ احنا حكينا انه في عندنا ستاندرد وان ستاندرد. الستاندرد عددهم 20 وهن اهم شيء. ليش اسمهم ستاندرد؟ لانه لهم جينيتك كود. جينيتك كود قلت لكم اللي هي عباره عن شفره وراثيه. يعني مثلا مش احنا كان عندنا احنا ترتيب ترجمه البروتين او ان نحصل على البروتين، اول شيء من الدي ان اي، بعد الدي ان اي ار ان اي، بعد الار ان اي بنروح على الرايبوسوم، والرايبوسوم هو اللي بيعطيني البروتين، صح؟ صح. طب الدي ان اي كيف بيعطيني الكود؟ الدي ان اي احنا بنعرف انه بيتكون من نيوكليوتيدات، الادينين، ثايمين، جوانين، سيتوسين. في ترتيب معين، مثلا ادينين جنبها ثايمين، جنبها جوانين، جنبها جوانين، جنبها ادينين. هذا الترتيب اسمه كود. هذا الكود بتترجم لحمض اميني، بتترجم لحمض اميني معين. فهدول ال20 ستاندرد هدول كل واحد منهم له كود، له كود بيعطيني امينو اسيد، تمام؟ له كود بيعطيني امينو اسيد.
وهدول العشرين، هدول العشرين هن اللي بعطوني كل بروتينات الجسم يعني. طب هدول العشرين يا دكتور كيف بدهن يعطيني البروتينات؟ زي ما قلت لك، غير في عددهن، غير في ترتيبهن، غير في الوضع تبعهن. يعني جيب خمسة مثلا، جيب لك خمسة، هذول الخمسة ظل غير في ترتيبهم، راح تلاقي إنه الخمسة ممكن أعطوك تقريبا، نحكي مثلا ممكن أعطوك 20 حمض، أعطوك 20 بروتين جديد، بس باختلاف التغيير والوضع. الخمسة خليهن ستة، صار عندك بروتين جديد، ارجع خربطهن وحط الأول جنب الثاني، الثالث جنب الخامس، وهكذا بعطيك بروتين جديد. وهنا جدول على شوية بروتينات، وكم المولوكيولار ويت تبعهن، الوزن، والنمبر اوف ريزيدجوز يعني كم حمض اميني فيهن، والنمبر اوف بوليبتايد تشين كم سلسله عديد البيبتيد. نحن نعرف انه سلسله عديد البيبتيد او البوليبتايد تشين هي عباره عن بوليمر لمين للامينو اسيد. طبعا لو واحده منهن خربت او راحت مش حيشتغل البروتين. يعني مثلا عندنا بروتين الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بتكون من كم؟ بتكون من 574 حمض اميني. 574 حمض اميني بترتب على شكل اربعه بوليبتايد تشين، اربعه سلاسل عديده البيبتيد. الاربعه لو شلت منهن واحده وصارن ثلاثه، هل الهيموجلوبين راح يشتغل؟ بقول لك لا، مش راح يشتغل، راح يعني خلص يخرب. طب الفانكشن شو وظائف البروتين؟ في عندنا اتس كيود ذا ماجوريتي اوف ذا سيلز فانكشن، هن بيعبقوا من معظم واغلب وظائف الخليه نفسها. انزيم كانزيمات، والانزيمات احنا بنعرف ايش وظيفتها، كاتاليز بايوكيميكال رياكشن، بتحفز ايش التفاعلات الكيميائيه الحيويه في الجسم. شانل اند بامبس، شانلز هي قنوات، بامبس مضخات. هذول الشانلز والبامبس موجودات وين؟ على السيل ممبرين، بكون هيك السيل ممبرين، هيك في شانلز، شانلز والبامبس بتدخل المواد وبتطلعها لبرا، فيعني باسج اوف سمول مولكيول انتو اند اوت اوف ذا سيل، مرور الجزيئات الصغيرة داخل وإلى خارج إيش الخلية. عندنا سيجنال ترانسدكشن، سيجنال ترانسدكشن يعني سيل سيجنالينج، يعني إيش اللي هي الإشارات الخلوية، نقل الإشارات بين الخلايا. يعني مثلا عندنا هاي الخلية وفي خلية جنبها، في عندنا أنواع جد كثير مختلفة من الإشارات، بس مثلا مثال عليها إنه الخلية بتبعت إشارة إلها نفسها جوا، أو تبعت إشارة للخلايا المجاورة. اللي بقوم فيه هذا برضو البروتينات، برضو الإميونيتي، الإميونيتي اللي هي المناعة. الأمثلة عليها إيش؟ الأنتيبوديز، الأجسام المضادة، الأجسام المضادة هي اللي بتهاجم إيش؟ الباثوجينز، الباثوجينز، الباثوجينز اللي هي الأجسام الغريبة اللي بتفوت على الجسم. إذا هاي الأنتي بوديز مصنوعة من البروتينات. تمام تمام. طيب إحنا في عنا إيش اسمه structures of the protein، في تراكيب أو أشكال بكون فيها البروتين. تمام، مثلا راح نشوف إنه primary، secondary، tertiary، quaternary. طيب طيب البروتين عشان يشتغل قلنا لازم يكون عنده specific structure، شكله، الشكل المحدد اللي له، اللي هو متعود عليه، زي ما راح نشوف تحت. هسا انت اذا خربت لي هذا الشكل البروتين ما راح يشتغل. هاي عمليه التخريب ايش اسمها؟ اسمها ديناتوريشن اوف بروتين، او ديناتوريتنج بروتينز، يعني بروتينات خربانه على بلاطه، ديناتوريشن اوف بروتين. طب انا مثلا راح نشوف احنا عندنا هسا انه في ايش اسمه الفا هيليكس، هيك شكل البروتين بيكون حلزوني، هذا الشكل هو اللي بخليه يشتغل. اذا انا جيت عملت له ديناتوريشن وصار برايمري، هيك صار خط واحد، هل راح يشتغل؟ هل وظيفته اللي كان يقوم فيها نفسه راح يقوم فيها؟ راح اقول لك لا، فانا خربته. طب انا كيف ممكن اخربه؟ انا ممكن اخربه باكثر من شغله، بس الاكثر شيء بياثر هي changes in temperature، تغير في درجه الحراره، والبي اتش بيعملوا ديناتوريشن يعني انفولدنج. ايش يعني انفولدنج؟ ما هو البروتين لما انا ياخذ الستراكشر او شكل معين بلف حوالين حاله او بلف لفه معين. انا لما اعمله ديناتوريشن يعني انا عملت له انفولدنج، انفولدنج يعني انا لغيت اللفه هاي تاعته. فانا اذا غيرت التمبرتشر او البي اتش بعمل هذا الحكي. من هيك هسه عرفنا ليش ارتفاع درجه حراره الجسم خطيره، شيء غلط. يعني ليش في ناس اذا وصلت حرارته 40 لازم نلحقه على المستشفى مباشره؟ لانه كل بروتينات الجسم اذا سكتنا عن هاي الحراره المرتفعه راح تصير ديناتوريشن وتخرب والانسان يتوفى. البي اتش نفس الشيء، الناس اللي بتصيبها حموضه ليش لازم نعالجها برضو؟ عشان ما تخرب الانزيمات اللي عندها. هنا معطينا امثله دائما بنشوفها في حياتنا، البيض نفسه. احنا البيض لما نيجي نفقسه ونقليه او نسلقه احنا هيك عملنا ديناتوريشن للبروتين اللي موجود جوا. برضو في هنا مثال لما الحليب نتركه برا لحاله، بنحكي انه الحليب فقس، يعني ايش؟ زي هيك تخثر، فانفصل البروتين عن الليبيد اللي موجود في الحليب نفسه، فهذه ديناتوريشن برضو.
برضو فيها denaturating conditions، الظروف برضو بصير فيها denaturation للبروتين. strong acid or base إذا صار في عنا حموضة قوية أو قاعدة قوية. organic solvents اللي هي المذيبات العضوية. detergents اللي هي المنظفات. reducing agents عوامل اللي هي المختزلة اللي هي بتسبب تأكسد يعني. salt concentration تركيز الملح، برضو تركيز الملح بيأثر على موضوع البروتين. الهيفي ميتال ايونز اللي هي الايونات المعدنية زي ايونات الحديد، ايونات الرصاص، الخرصين وهكذا. تمبريتشر درجة الحرارة زي ما حكينا. طيب هسه رح نحكي عن الستركتشر. انا في المحاضرة في محاضرات الامينو اسيد قلنا انه في عندنا روابط معينة بتفوت بين مين ومين، بين الباك بون وبين السايد تشين عشان تعطيني شكل البروتين. احد هاي العوامل كانت اهم رابطه كانت ايش، البيبتايد بوند. البيبتايد بوند بتيجي بين حمض اميني والثاني. طب في عندنا روابط ثانيه قلنا هي عباره عن ويك انتر اكشنز، اضعف شوي. ايش مثال عليها؟ فاندرفالز بوند، هيدروجين بوند، الكتروستاتيك انتر اكشن، والهيدروفوبيك افكت. تمام، هذول بحافظوا على ايش، على الشيب والتارجت انتر اكشن تبع البروتين، يعني على شكل البروتين والهدف اللي انا بدي اياه اوصل له من تركيب البروتين تبعي. طيب احنا عندنا ثلاث اشكال، عندنا برايمري سكندري تيرشري. البرايمري زي ما راح نتعرف تحت بكون هيك بسيط، بس عباره عن تتابع سلسله زي هيك. بقولنا هنا مين النوع الرابط الموجود، بس البيبتايد بوند، يعني اونلي بيبتايد بوند. تمام، طب السكندري، السكندري راح نروح نشوف له شكلين، في الحلزون، في شكل ثاني اسمه الصفائح على شكل اسهم بكون. هذا مين مسؤول عنه؟ البيبتايد بوند برضه، مين والهيدروجين بوند. طب التيرشري الثلاثي، الثلاثي راح يكون عباره عن ايش، عن تجمع من السكندري مع بعض. هذا اول بوند كلهن، يعني كل ذكر البيبتايد بوند، هيدروجين بوند، والفان ديرفالز انتر اكشن، والهيدروجين زي ما حكينا، والالكتروستاتيك، والهيدروفيك، هيدروفوبيك، كلهن هذول بنلاقيهم بالتيرشر. تمام. طب نبلش فيهن واحد واحد. البرايمر ستراكشر، البرايمر ستراكشر هو ذا ارينجمنت اوف امينو اسيد، هو تتابع وتسلسل الاحماض الامينيه جنب بعض. برضو بين قوسين ذا لينير سيكونس اوف امينو اسيد، اللي هو الترتيب الخطي للاحماض الامينيه بالبوليبيبتايد تشين، بالسلسله نفسها. فهي الشكل له هنا، بحكي لنا انه عباره عن تتابع للامينو اسيد. هاي الاي دوت اي اختصار للامينو اسيد. تمام، هاي. طيب احنا بنرتبهم جنب بعض، كيف قلنا بنحدد اول حمض اميني من الثاني؟ الاول بكون عنده اللي هي الان تيرمينس، واخر واحد سي تيرمينس اللي هي الكربوكسيل جروب، هنا الامينو جروب، وبينهم مين بربط؟ البيبتايد بوند، البيبتايد بوند. طب السكندري ستراكشر، هالسكندري ستراكشر بكون اعقد شوي، تيجي الاحماض الامينيه بتترتب في احد من الشكلين، شكل اسمه الفا هيليكس او بيتا تشيت، صفائح بيتا. طيب لتحت موجوده تفاصيل، بس الالفا تشيت، الالفا هيليكس هيك بيجي شكله زي الحلزون، وبحكي لنا انه شكله بسموه زي الريبون، الريبون اللي هو الشريط. طب والبيتا تشيت، البيتا تشيت راح تكون صفائح، حسب لها الصوره تحت اوضح، يعني بالرسم ما بتيجي صح، تكون صفائح مرتبه ورا بعض برمزوا لها بالكيمياء الحيويه بالاسهم زي هيك، يعني انها بتكون على شكل اسهم هيك. تمام لا تحت في تفاصيل ارز اسهم. طيب هسه التيرشري ستراكشر هو عباره عن 3 دايمنشنال فولدد اركيتكتشر اوف بوليبيبتايد تشين، يعني هو الترتيب ثلاثي الابعاد للبوليبيبتايد تشين، بكون ثلاثي الابعاد. تمام، بيحكي لي الريزلت فروم، هاي مهمه، من وين بيجيني هذا التيرشر ستراكشر؟ يعني بينتج عن شو؟ عن الانتر اكشن اوف ريجنز اوف سكندري ستراكشر وذ ايتش اذر. انه السكندري ستراكشرز مثلا بيجي الفا هيليكس مع الفا هيليكس بندمج مع بعض بعطوني التيرشر ستراكشر، الفا هيليكس مع بيتا تشيت بعطوني شو اسمه تيرشر ستراكشر، مثلا الفا مع الفا مع الفا مع بيتا وهكذا، يعني سكندريات بندمج مع بعض او برتبطن مع بعض، فبعطون ديستنكت شيب، شكل مميز. هسه الكواترنري ستراكشر، هذا الكواترنري انا قلت لكم فوق انه احنا عندنا ثلاث اشكال اساسيه وواحد له شرط، صح؟ اللي له شرط هو الكواترنري ستراكشر. الكواترنري ستراكشر بقول لك انا بطلع لما يكون في عندي اكثر من سب يونت. شو يعني سب يونت؟ سب يونت هي عباره عن شكل البروتين، يعني مثلا انا كان عندي تيرشري، هاي تيرشري اجى كمان تيرشري بيقدروا يعطوني كواترنري. هسا في احنا عندنا مثال مين؟ الهيموجلوبين. هيموجلوبين الدم بتكون من 4 سب يونت، كل سب يونت عباره عن الفا هيليكس. تيجي الفا هيليكس هي سب يونت كامله، وحده بروتينيه كامله، والبيبتايد تشين كامل، تيجي جنبها كمان الفا تشين
برضه كمان الفا هيليكس، عفوا كمان الفا هيليكس، كمان الفا هيليكس هذا عباره عن كوترنر ستراكشر، عباره عن رباعي، تمام؟ عباره عن شو؟ عباره عن رباعي اندمج مع بعض، فهو قائم على مبدا السب يونتس، على وجود السب يونتس، انه هاي السب يونتس ايش انتر اكت اند ارينج تو فورم لارجر مالتي سب يونت بروتين، بتتفاعل وبتترتب عشان تعطيني بروتين متعدد الوحدات البروتينية. ما هي وحدة بسموها، اللي هي لما أنا أجيب لك أجيب لك سكندر ستراكتشر جنبه كمان سكندر ستراكتشر، كل واحد فيهم اسمه سب يونت، هاد سب يونت وهاد سب يونت. فلما أجيب سب أجيب سب يونت ألفا 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 ألفا، هدول راح يتشكل يجي يرتبطوا مع بعض، راح يعطيني الكواترنري ستراكتشر. فمعطيني فور إكزامبل الهيموغلوبين إذ أن ألفا هيليكال بروتين، هو عبارة عن ألفا هيليكال بروتين، الأربعة سب يونت تعاتهم عبارة عن ألفا هيليكس، طيب أجن جنب بعض وارتبط مع بعض، فبسموه تترمر. تترمر يعني رباعي، فور جلوبين بوليبيبتايد، فور جلوبين بوليبيبتايد. نيجي نشوف اشكالها، هاي البرايمر ستراكشر بتكون من احماض امينيه جنب بعض، هاي السكندري ستراكشر، هاي الالفا هيليكس اللي هو الحلزون هيو زي هيك هيك، وهي البيتا ستراند، بيتا ستراند ستراند شيت بسموها، صفائح بيتا بتيجي على شكل صفيحه زي ما انتم شايفين. طيب هسه لتحت راح نشوف انه ها نحن في عندنا هاي النقطه، هاي هي الروابط الهيدروجينيه اللي بتثبتنا ببعض. طب التيرشر ستراكشر زي ما احنا شايفين هو عباره عن سكندري ستراكشر مع بعض، يعني مثلا عندنا هنا حلزون والاسهم انا قلت لكم هن البيتا، فهي احنا هنا عندنا بيتا مندمجات مع بعض فاعطوني التيرشر ستراكشر. الكواترنري ستراكشر بعطيني بكون سب يونت، يعني مثلا احنا هي هنا عندنا حلزون، هذا ايش هنا مثلا احنا عندنا سكندري ستراكشر، هنا سكندري ستراكشر وهنا سكندر ستراكشر وهنا سكندر ستراكشر، كل واحد فيهم هذا سب يونت وهذا سب يونت، يعني وحده منفرد، هذا سب يونت وهذا سب يونت اندمجوا مع بعض اعطوني فور سب يونتس، فهو عباره عن كواترنري ستراكشر. تمام تمام. هسه هاي عمليه البروتين فولدنج، احنا عندنا بكون بروتين اللي هو البرايمري مفروض بصير يلف حوالين حاله، بقول لي اثناء البروتين فولدنج في احنا عندنا مكونات نعرف انها بتحب المي ومكونات بتكره المي، المكونات اللي بتكره المي اللي هي الهيدروفوبيك سايد تشينز بتكون ايش انتيريرلي جاي جوا، طيب بتكون جاي جوا. الهيدروفيلك المحبه للمي بتيجي اكسبوزد اكسترنالي يعني لبرا جاي على السيرفس عشان بتكون معرضه للمي من برا، الاجزاء اللي بتحبش المي بنكون احنا مخبينها وضمينها لجوا. قالنا الدكتور انه اي امينو اسيد في رينج حلقه او هو عباره عن اسيدك او بيزك امينو اسيد ما بحب يعمل الفا هيليكس، ما بفضل انه يعملها. طيب نيجي هسه للالفا هيليكس، الالفا هيليكس هو از ا كومن سكندري ستراكشر، هو اكثر سكندري ستراكشر شائع فاوند وين ان بروتينز اوف جلوبولار كلاس، بلاقيه بالبروتينات اللي هي بسموها جلوبولار بروتينز اللي هي البروتينات الكرويه، يعني اكثر شيء بشوف الالفا هيليكس بالجلوبولار كلاس اوف بروتين، يعني البروتينات ايش الكرويه. بحكي لنا الفورميشن اوف ذا الفا هيليكس از سبونتينيوس اند از ستابلايزد باي اتش بوندينج بتوين اميد نيتروجينز اند كربونيل كاربونز، ايش يعني؟ يعني هو التكوين تبع الالفا هيليكس سبونتينيوس تلقائي وستابلايزد باي، يعني بتثبت عن طريق شو قلنا؟ عن طريق الاتش بوند. طب الاتش بوند بين مين ومين؟ بين النيتروجينس بين اللي هي عشان تسهلوا حالكم بين الان والسي، بين الان والسي اللي هي الامايد نيتروجين اللي هي ذره النيتروجين تبعت الامايد والكربون تبعت الكربون او الكربوكسيل جروب. تمام، بس هذا الحكي وين بصير؟ سبيست فور ريزيدجوز بارت، ايش يعني؟ مش انا قلت لكم بين حمض اميني والثاني بس يكون المسافه بينهم اربع احماض، كيف يعني؟ يعني هسه احنا بنلف الحلزون زي هيك، نيجي نشوف هاي نلف الحلزون، طيب بدي اعمل اتش بوند، انا قلت لك بين ان وبين سي، طيب الان والسي تبعت مين وتبعت مين؟ الان تبعت حمض اميني معين والسي بعد عنه اربع احماض امينيه والحمض الاميني شوفوا بوجهك تربطه مع السي، كيف يعني؟ يعني انا جيت على الحمض الاميني الاول بدك تبعد عنه اربعه توصل للحمض الاميني الخامس، بكون هنا شايف الان تبعت الحمض الاميني الاول والسي تبعت الحمض الاميني الثاني بصير بينهم هيدروجين بوند. طب مثلا جبنا اللي هي الحمض الاميني السابع مع مين راح يعمل؟ راح يعمل مع الثالث، يعني بتكون الثالث منه الان، الثالث منه الان والسي منه السابع منه السي، طب الثامن مع الرابع لانه لازم اقول لك الفرق بينهم اربعه، يعني هيك ان انا كنت زمان احفظهم ان سي وبينهم اربعه، ان سي بينهم اربعه، يعني لو اجى قال لي حمض الامين الاول زيد عليه اربعه مع الحمض الامين الخامس، الحمض الامين العاشر معناته مع الحمض الامين الكم؟ ال 14. هسه هنا بتوضح لنا اكثر، هسه هنيجي نشوف، هاي نحن بنلف زي هيك، قاعدين بنلف بالحلزون صح؟ بنلف
بس مثلا احنا مثلا نفرض هذا الاول صار او هي هان الاول عامل نتوقع عامل هسه هو عامل رابطه محط نتوقع شو رقمه هذا هذا رقمه راح يكون زيد 4 هذا راح يكون الخامس تمام هذا الثاني هذا شو السادس يعني الثاني رابط معه طيب مثلا 1 2 3 4 هذا الرابع رابط مع مين مع هذا الثامن تمام بحكي لنا انه الالفا هيليكس از اريجيد قاسي بيجي رود لايك بيشبه الحبل formed by right handed helical turn right handed helical turn يعني لفته جاي ايش مع تخيل انت بتلف ايدك هيك انت بتلف ايدك زي هيك انت بتلف ايدك زي هيك هاي هي لف اللفه اسمها right handed هي لانه يعني انت بتبلش من اليمين عشان تعرف انت تطلع اول ما تلف اول ما تمسك الالفا هيليكس من هان لف معه بتلاقيه لف الى اليمين هيك بلف قاعد هو لف الى اليسار بس انت لفت ايدك نفسها ايدك اليمين هي اللي راح تلف لليسار فكانك انت بتلف بايدك اليمين قاعد تلف بايدك اليمين تمام بحكي لنا انه ستابيلايزد باي شو انه اتش هيدروجين بوند بين مين ومين بين الان وبين السي زي ما حكينا هي وذ كربون الفور امينو اسيدز او لازم تكون الامينو اسيد بعيد عنه يعني هو بيعمل الرابطه بين الان لحمض امينو معين ومع الكربونيل فور امينو اسيد اوي مع الكربونه اللي لما تبعد اربع احماض امينيه عنه بيحكي لنا انه الجلايسين والبرولين دونت فوستر الفا هيليكال فورميشن الجلايسين والبرولين ما بيعملوا الفا هيليكال ما بيحبوا ما بيحبوا طيب هسه البيتا تشيتس بيقول لنا البيتا تشيتس ار كومبوزد اوف تو اور مور ديفرنت ريجن اوف ستريتشز of at least من 5 إلى 10 امينو اسيد ايش يعني two or more stretch يعني احنا هي وحده هي ثنتين او اكثر من ثنتين بس الشرط كل وحده تتكون من 5 إلى 10 امينو اسيد يعني بجيب من مثلا 5 امينو اسيد هيك 5 5 وها نفس الاشي انا 5 هيك تمام وبعمل بينهم روابط هيدروجينية هيك احنا صار عندنا بيتا تشيت صار عندنا بيتا تشيت كنا the folding and alignment of stretch of the polypeptide backbone aside one another to form beta sheet يعني بتيجي مترتبة ايش بمحاذاة معها يعني الستريتش هاي مع الستريتش هاي زي ما شفنا كل واحد تكون من 5 إلى 10 امينو اسيد تيجي بمحاذاتها يعني فوقها او تحتها وستابلايزد باي ايش باي اتش بوندينج بين مين ومين برضو بين الحمض الاميني اللي هي الان عفوا الان مع شو مع السي بين الان مع السي بس مش مكتوب هنا بين كل اربعة ولا قديش يعني اذا بدكم تسالوا عنها الدكتور بس اتوقع لا هسه هنا من الرسمة مش مبين انه بين انه في بينهن اربع فواصل بس انتوا تسألوا الدكتور عادي طيب هاي هن نرجع للرسمة هاي الحلزون اللي هو الفا هيليكال وهي البيتا تشيت طلعوا كيف على شكل صفائح جاي هناك صعب ان ارسمها بدها صورة شكل صفائح وبينها الاتش بوند واحنا بنرمز لهن بشكل سهم يعني اذا شفت امتحان شكل سهم او ارز هي البيتا تشيت طب هنا ايش مكتوب انتي بارلل بيتا تشيت البيتا تشيت لها ثلاث اشكال بارلل انتي بارلل وشي اسمه بارل تشيب نبلش فين واحد واحد البارلل بتيجي ايش متوازيه بالضبط يعني بيكون نفس الاتجاه زي هيك يعني انت راح تشوف الاسهم مع بعض الانتي بارلل الاسهم عكس بعض زي هيك طيب طبعا في احنا عندنا اللوب هاي انه هاي هو اصلا البروتين هيك جاي طيب يعني عند نهايه الصفيحه هو بلف زي ما احنا شايفين هان هيو هان عند نهايه الصفيحه بلف فهي ايش اسمها انتي بارلل الشكل الاخير بيشبه البرميل اسمه بيتا بارل بيتا ايش بارل هاي بيشبه البرميل بيتا بارل هيك خلصنا احنا الستركتشر تبعت البروتين هسه بدنا نحكي عن الفانكشن تبعت البروتين الوظيفه فاحنا اول شيء عندنا استراكشر البروتين البروتينات اللي هي البنائيه اسمها طب هي عباره عن بروتينات ايش مهمتها وذ ستاند ميكانيكال ستريس بتتحمل اللي هي عوامل التوتر او عوامل الضغط اللي بتقع عليها ايش امثله عليها الكيراتين هذا بيساعد انه يعملنا ايش الشعر والسكن الجلد من هيك جلدنا بتحمل الضربات وشعرنا زي ما بيحكوها بتحمل اللي هي العوامل الحراره والمي والقصص هاي كلها بتحملها الشعر والسكن نفس الاشي ومثال عليها برضو الاكتين والتروبوميوسين هذول وين بشوفهم بالمسل كونتراكشن انقباض العضله طب برضو مثال على ستراكشر البروتين هو تيوبيولين تيوبيولين هو عباره عن سايتوسكيليتال بروتين احنا السايتوسكيليتال بروتين احنا عندنا الخليه نفسها لها سايتوسكيليتون لها جهاز دعامه وحركه لانها بتتحرك فاحد البروتينات اللي بفوت في تكوين هذا الجهاز اللي هو السايتوسكيليتال او السايتوسكيليتون اوف ذا سيل
هو التيوبيولين. يعني لازم نعرف انه التيوبيولين هو عباره عن سايتوسكيلتال بروتين، وان وظيفته الاساسيه بالسيل ديفيجن بانقسام الخليه. طب في عندنا انزيماتيك بروتين، البروتينات اللي هي على شكل انزيمز، بحكي لنا شو وظيفتها هاي البروتينات، يعني شو هي وظيفه الانزيم. سبيد اب كيميكال رياكشن، سبيد اب كيميكال رياكشن يعني بتسرع التفاعلات الكيميائيه، زي شو؟ زي الدايجستشن الهضم، زي البلود كلوتينج اللي هي تخثر الدم، زي الريبليكيشن التضاعف، زي الترانسكريبشن، وزي الترانسليشن. ترانسكريبشن اللي هو النسخ، والترانسليشن اللي هو الترجمه، راح تاخذيهم لقدام ماده المولكيولر بيولوجي السنه الجايه ان شاء الله. طب الامثله على الانزيماتيك بروتين برضه دي ان اي بوليمريز، اي شيء بنتي بمقطع از إز فعرف إنه إنزيم. فالدي إن إيه بوليمريز إيش هاد وظيفته؟ هذا بيعمل إلونجيشن للدي إن إيه، بيزيد طول الدي إن إيه وبيعمل له ريبليكيشن تضاعف. ما إحنا في مرحلة من مراحل انقسام الخلية نعمل للدي إن إيه تضاعف، فالمسؤول عن هذا الحكي هو الدي إن إيه بوليمريز. طب في عنا ريجولاتوري بروتينز، بروتينات إيش؟ تنظيمية. من اسمها تنظيمية معناته راح تنظم لي أحداث وعمليات معينة بتصير جوا الخلية، وبسموها إنها هي بتعمل تيرن أوف، يعني بتشغل وبتطفي، يعني هي بتعطي الأوامر. يعني مثلا أنا قاعد بصنع بروتين معين بدي أوقف تصنيعه، بتيجي ريجولاتوري بروتين بتعمل أوف. تمام، هاي ريجولاتوري بروتينز متى بشوف أنا بالعادة فيها خلل؟ بخلايا السرطانية. من الخلايا السرطانية هي خلايا فقدت السيطرة، بطلت تخضع لأوامر الجسم، فدائما راح الاقي انه الريجيوليتوري بروتينز فيها خربانه. من امثله على الريجيوليتوري بروتين اس ار سي كاينيز. الاس ار سي كاينيز عباره عن ريجيوليتوري بروتين، بس بشوف المس فانكشن له، يعني انعدام الوظيفه تاعته باحد انواع الكانسر. طيب تمام، نحكي هسه عن الوظيفه الاخيره اللي هي كارير بروتينز، اللي هي بروتينات ناقله. هاي البروتينات هيلب ديليفر مولكيولز تو ديفرنت بارت اوف ذا سيل، انها بتساعد في نقل ايش؟ المولوكيولز او الجزيئات على مناطق مختلفه في الخليه. تمام، بعض هاي العمليات زي شو؟ ريسبيريشن التنفس، ميتابوليزم عمليات الايض، لانه بصير فيها هاي عمليات الميتابوليزم اللي هي عمليات البناء والهدم، بصير نبني مركبات معينه، نكسر مركبات معينه، فبدنا كارير بروتين. ونيرف ستيميوليشن اللي هي التحفيز العصبي. الامثله عليها الهيموجلوبين، بروتين الهيموجلوبين هو عباره عن ايش؟ كارير بروتين. شو بنقول لي؟ بنقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، موجود وين؟ بالريد بلاد سيلز، بكريات الدم الحمراء. طب نحكي عن الستركتشر اوف الهيموجلوبين، وفي محاضرات لقدام عن الهيموجلوبين بتفاصيله يعني، بس هسه الستركتشر اوف الهيموجلوبين هو عباره عن شو؟ اكسجين كارينج بروتين، هو البروتين موجود في البلد اللي بيحمل ايش؟ الاكسجين. بتكون من 2 الفا و2 بيتا سب يونتس. تمام، وهو عباره عن كواترنر ستركتشر. طيب إيه، انت بتحكي لي الفا سب يونت وبيتا سب يونت، مش انت قلت لي انه الفا هيليكس؟ بقول لك هو الفا هيليكس، كله الفا هيليكس، بس السب يونت الوحده هم العلماء سموها الفا سب يونت وبيتا سب يونت، تسميه يعني ترقيم، كيف لما احكي الف باتا نفس الشيء. يعني هيو انا رسمته انا، بس هي له رسمه انا احسن. هيو هذا الفا هيليكس، هذا الفا هيليكس، هذا الفا هيليكس، هذا الفا هيليكس، بس المسميات هاي سموها بيتا شو اسمها؟ بيتا سب يونت وهي الفا سب يونت، او بيتا تشين والفا تشين اللي هي سلاسل عديده البيبتيد، بس هي المركب الاستراكشر تبعه هو الفا هيليكس حلزون الفا. يعني دير بالك عشان تميزوا، عشان ما تحكوليش انه والله لا هو 4 الفا سب يونت، لا هو 4 الفا هيليكس بس السب يونت الوحده يعني الالفا هيليكس الوحده سموها بشيء يسموه الفا وشيء يسموه بيتا. تمام، كيف لما انا مثلا اشتري كرتونتين مي، اربع كراتين مي، احكي هن اربع كرتين مي، احكي هدول كرتونتين النا وهدول كرتونتين لدار عمي، نفس الشيء، نفس كله كراتين مي، يعني كله الفا هيليكس، بس ثنتين النا وثنتين لدار عمي، نفس الشيء. نضل شيء فوق، لا طيب اخر معلومه هاي بحكي لنا ايش؟ انه ذا ستراكشر اوف دي ان اي از بريدكتبل بس البروتين فولد انتو وايد رينج 3 دايمنشنال ستراكشر. ايش يعني هذا الحكي؟ يعني انا البروتين انا ما بقدر احذر شكله، الدي ان اي بقدر احذر، الدي ان اي احنا نعرف انه يتكون نيوكليوتيد، انا بعرف عيار النيوكليوتيدات صارت تتكون، الدي ان اي راح يترتب بالشكل هذا الحلزوني. طيب بس البروتين لا انا ما بقدر احذر له. يعني ملخص السلايد كله في هالجمله انه انواع الامينو اسيد هي التي تتحكم في الاستراكشر تبع البروتين. يعني لو انا كان عندي زي ما هسه حكينا الحمض الاميني هذا مع هاد مع هاد، تمام، اذا غيرت شيء هسه هدول اعطوني الشكل هذا،
بس انا لو غيرت واحد منهم او زدت عدد او او الى اخره راح يتغير الشكل، فانا ما بقدر احذر له ابدا، ما بقدر احذر له. فبقولنا انه الاستراكشر تبع البي 53 بروتين هذا هيو مرتبط مع مين؟ مع الدي ان اي. الدي ان اي هو عباره عن ايش؟ بريدكتبل دبل هيليكس استراكشر باختلاف للسيكونس. يعني شو ما اغير في الترتيب، يعني مثلا هان عندي ادينين ثايمين جوانين سيتوسين، رحت عكستها خليتها ثايمين سيتوسين جوانين ادينين، ماشي، هل الشكل راح يتغير؟ لا الشكل مش راح يتغير. بس البروتين لو انا جبت حمض اميني الف الف مع باء مع جيم مع حاء، رحت عكست ترتيبهم كله راح، يعني مثلا جبت الثاني، بس جبت الثاني بدل الاول، راح يتغير الاستراكشر كله. تمام. The structure of protein however vary widely depending on شو؟ on the specific sequence of amino acid. بيعتمد الشكل تبع البروتين على الترتيب معين ومحدد من الأحماض الأمينية. تمام تمام. محاضرة يعني بسيطة وحلوة، وإن شاء الله أنها تكون مفهومة، وأي سؤال أنا جاهز. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.